مصر السوري على الأغلب عم بيقولوا ممكن يطلعوا الشخص المسلح الذي دخل إلى المصرف. طلعوا زبون لكن مش موظف من داخل البنك المصرف. وفي الجهة المقابلة كمان عدد كبير من الأشخاص يعني يرفعون صوتها يهتفون بتعابير منددة للمصرف. ديانا يعني هيدا المدخل الغير رئيسي عم يقدر يطلعوا منه المواطنين اللي كانوا محتجزين جوا؟ نعم لارا، يعني الشخص المسلح داخل المصرف هو يعني اللي مقفل المصرف وعم يقدروا بطريقه من مدخل ثاني عم يطلعوا الزبون مثل ما عم نشوف هلا الزبون برفقه العناصر الذين قاموا باخراجه. نعم يعني شخص واحد